انا قبل ما اسمع عم محمود عبد الغفار نجمنا المتألق اسمعكم يا جماعة الاغنية اللي نحتاج فيها رأي فني كمان مع رأيه في البطولة والمباراة والاداء. خليني اروح بس للاغنية واسمعها لكم. محمد عواد صديقنا المحترم وهو كاتب وسيناريست مسرحي واهلاوي جدا جدا جدا، ده مش اول مرة اللي التقينا انا وهو السنة اللي فاتت، وعمل اغنية للاهلي والاهلي خد التسعة بالقضية بتاعت افشة، وعلشان كده هو تفائل وقال انا اعمل اغنية تاني للعشرة، واصبح الموضوع سنة جميلة وحاجة حلوة يعني. فانا هسمعكم الاغنية وناخد رأيكم فيها ورأي عم محمود عبد الغفار برضي، ونجيب محمد عواد على التليفون. يا جامد يا بدري